السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. إن شاء الله نتمنى لكم هذا فصل موفق للجميع، تكون يعني إن شاء الله نتائجكم مكللة بالنجاح وتخرجوا منه سالمين غانمين، ونكون كلنا إن شاء الله عدينا يعني مرحلة الأزمة اللي بمر فيها العالم بسبب جائحة الكورونا، وإن شاء الله كلكم يعني تنهوا هذا الفصل بالسلامة. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح أستعرض معاكم السيلبس. طبعا السيلبس هنا فيه تفاصيل كثيرة جدا مفيدة للجميع، عشان هيك راح أمر على بعضها بشكل سريع، ولكن بتمنى منكم جميعا يعني تراجعوها وتقرأوها بشكل تفصيلي قراءة ذاتية، يعني فيها معلومات كثير مفيدة وراح تلزمكم على مدار الفصل وحتى بعد الفصل. يعني المعلومات اللي فيها بتلزم كطالب هندسي يعرف شو هاي المادة وإيش الوصف تاعها والمخرجات التعليمية، يعني يعرف الواحد كل واحد فينا إيش اللي تعلمه في هذا المساق. طبعا السيلبس هون المعلومات العامة، اسم المادة كمبيوتر بروجرامينج، الرقم تاعها احنا في الفصل الصيفي العام الدراسي 2019-2020، انا اسمي نائل سلمان، الايميل تاعي n.salman@ptuk.edu/. تقدروا تتواصلوا معي عبر الايميل في الحالات اللي يعني بيكون التواصل من خلال المود الغير متاح، ولكن ما دام التواصل من خلال المود المتاح اللي هو نظام التعليم الإلكتروني عندنا في الجامعة، يفضل التواصل يكون من خلال نظام التعليم الإلكتروني أفضل من الإيميل وأفضل من الماسنجر والواتساب وما شابه ذلك. يعني أنا بتمنى أنه يكون وسيلة التواصل بيناتنا هو المودل. طبعا احنا عندنا شعبتين هذا الفصل، مواعيد المحاضرات زي ما هي موجودة هون عندكم، لكل شعب راح يكون في محاضرة متزامنة يوم الخميس. الشعب الأولى لقاؤهم راح يكون يوم الخميس من الساعة 11:45 ل 12:45، والشعب الثاني راح يكون لقاؤهم يوم الخميس من الساعة 10:30 ل 11:30. هاي لقاءات متزامنة، يعني بكون أنا وأنتو أونلاين، تقدروا تطرحوا أسئلة مباشرة ونجاوبها بشكل مباشر والجميع يسمع. طبعا هاي المحاضرات راح يكون فيها فائدة، انه ممكن عند البعض تساؤل يستفيد من إجابته الجميع، فعشان هيك انا بتمنى انه كمان الجميع يلتزم بحضور هذه اللقاءات المتزامنة. هذا الجزء اللي هو الكورس ديسكريبشن، الكتالوج ديسكريبشن، يعني كيف وصف المساق عندنا في الخطط الدراسية، كويس برضو كل واحد فينا يقرأ هذا، لأنه يعني بتاخذوا كيف يعني المواضيع الأساسية اللي راح يتطرق لها هذا المساق. المخرجات التعليمية، طبعا المخرجات التعليمية زي ما بنعرف مقسمة لثلاث فئات، اللي هي الفهم والاستيعاب والمهارات والذهنية والمهارات العملية. يعني راح أستعرض بشكل سريع هيك جزء منها. يعني مثلا بالفهم والاستيعاب، يعني الطالب راح يكون عنده فهم للتراكيب الأساسية في لغة C++، تراكيب البرمجة الأساسية، have understanding of the role of design in the development of programming solutions to problems, have knowledge of some standard algorithms and data structures. يعني راح كل واحد فينا يتعلم كيف يعمل الالجوريثم اللي هي خوارزميات حل المسائل، كيف يستخدم تراكيب البيانات المختلفة. كل واحد فينا راح يعرف الفئات المختلفة والأنماط المختلفة للغات البرمجة. هذا جزء من اللي هي المخرجات التعليمية المتعلقة بالفهم والاستيعاب. مثلا المهارات الذهنية، منها develop the ability to analyze problems and propose algorithms to solve them. يعني راح كل واحد فينا يمتلك مهارات التحليل وإيجاد الحلول للمسائل المختلفة. فهذه برضو بتقرأوا زي ما حكيت لكم. Practical skills، كل واحد فينا راح يكون عنده قدرة على بناء البرامج وكتابتها وتشغيلها بشكل منفصل يعني مستقل.
هذه زي ما حكيت لكم تقرأوا، كل واحد فيكم بيقرأ اللي هي المخرجات التعليمية بشكل تفصيلي. الكتاب أو الكتب اللي ممكن تستعينوا فيها لهذه المادة، في أكثر من كتاب كلهم يحتوين نفس المواضيع بالتسلسل تقريبا اللي راح نمشي فيه. عشان هيك أي كتاب من الكتب اللي موجودة أمامكم هون بإمكانكم تستعينوا فيه يعني مزيد من التفاصيل غير المحاضرات. يعني المحاضرات اللي راح أنزلها أنا راح تحتوي كل المواضيع مع الشرح المسجل، ولكن يفضل إنه الكتاب يكون عند كل واحد فينا. عادة الكتاب بيكون فيه أمثلة أكثر، بيكون فيه شرح تفصيلي لبعض الأمور أكثر من اللي ممكن نشوفه في السلايدات أو نسمعه في المحاضرات المسجلة. عشان هيك أنا بتمنى كل واحد فيكم يعني يحصل على نسخة من هذه الكتب متوفرة إلكترونيا، تقدروا تنزلوها على الإنترنت من مواقع مختلفة. يعني للأسف إني أنا ما بقدر أنشرها لأنه بتعرفوا في حقوق طباعة ونشر على هذه الكتب، فما بقدر أحطها بابليك أنا، ولكن تقدروا أنتوا تلاقوها يعني. وإذا حدا فيكم لقاها وبده يوصلها لزملائه بطرقكم المختلفة بصير برضه. طبعا غير الكتب في عندنا مصادر إلكترونية، في مواقع على الإنترنت فيها كثير من المصادر المفيدة، مثل بتلاقوا أمثلة، شروحات، فيديوز، كويزز، أسئلة يعني شبيهة في الأسئلة اللي راح يعني تلاقوها في الامتحانات. فعشان هيك زيارة المواقع هذه ويعني تصفحها بين الحين والآخر راح يكون في فائدة كثيرة. طبعا طريقة التدريس أو طرق التدريس، الوسائل التدريسية اللي راح نستخدمها هذا الفصل، راح يكون في عندنا محاضرات مسجلة لكل موضوع، في محاضرات مسجلة. راح نستخدم المختبر كمان يعني للتدريب على المفاهيم اللي متعلمها في المحاضرات. راح نوفر لكم في بعض المرات هيك مصادر للقراءة التفصيلية، يعني هيك أجزاء يعني في حال إنه موضوع معين السلايدات ما كانتش فيها كل التفاصيل بشكل كافي، ممكن نضيف لكم مادة للقراءة الذاتية إضافة للسلايدات والمحاضرة المسجلة. راح يكون كمان عندنا assignments، طبعا هذا الفصل راح يكون عندنا 3 assignments. هاي الاساينمنتس راح تيجي في الاسبوع الثاني والثالث والسادس. بالنسبه لتوزيع العلامات، طبعا زي ما بنعرف انه هاي الماده 4 ساعات، 3 ساعات نظري وساعه عملي. بالنسبه للثلاث ساعات النظري، الوزن العلامه بتاعت 75% من العلامه الكليه. هاي ال 75% موزعه على ميد ترم، وزنه 30% من هاي 75%. الأسايمنت 3 أسايمنت وزنهم 15%. الفورم كويستشنز، طبعا احنا كل أسبوع راح نحط سؤال على الفورم وتجاوبكم على هاي الأسئلة يعني مشاركاتكم فيها راح يكون لوزن 15%. عشان هيك أنا بتمنى إنه كل واحد فيكم يعني الفورم هذا يحرص إنه يكون له مشاركة فيه، لأنه ال 15 علامة راح تيجي من هناك. فاللي ما راح يدخلوا على الفورم ولا راح يجاوبوا الأسئلة ولا يحطوا يعني رأيهم ويكتبوا هناك، راح ياخذوا مش راح يكون لهم علامة كويسة في هذا الجزئية. عشان هيك ضروري جدا كل واحد فينا يعني في كل أسبوع يدخل على الفورم ويشوف شو السؤال المطروح، السؤال للنقاش، ويجاوب عليه بقدر اللي بيعرفه. يعني أسئلة يعني بتركز على المفاهيم العامة، عشان هيك راح يكون سهل على كل واحد فينا يعني يلاقي شيء يكتبوا فيها. الامتحان النهائي وزنه 40% في الأسبوع الأخير طبعا راح يكون. طبعا هذول مجموعهن 100 ضرب 75% زي ما حكينا على علامة الجزء النظري. بضل عندنا 25 علامة راح يجي من الجزء المتعلق في المختبر. طبعا الدكتور محمد خليل هو اللي راح يكون موجود معاكم في المختبر، انتم محظوظين في هاي الجزئية. طبعا الدكتور محمد خليل راح نفس الاشي يكون بعتقد عنده اسبوعيا مسائل تحلوها في البيت، ويعني هو راح يشرح لكم بشكل تفصيلي كيف راح يتواصل معكم وكيف انتم راح تتواصلوا مع لهذه الوظائف التدريبية.
مجموعهن 25، طبعا 75 من الجزء النظري 25 من الجزء العملي، المجموع 100%. المواضيع اللي راح نتطرق لها في الأسبوع الأول اللي هي أساسيات البرمجة في سي بلس بلس بعد المقدمة طبعا، يعني راح نشوف كيف شكل البرنامج في سي بلس بلس، أنواع البيانات، كيف نعرف متغيرات العمليات الحسابية، كيف يعني نتعامل مع القيم وإدخال وإخراج النتائج، وهذه الأمور الأساسية في لغة سي بلس بلس. في الأسبوع الثاني راح نبدأ في اللي هي تراكيب التحكم. النوع الأول من هاي التراكيب اللي هو تراكيب الاختيار اللي عرفها الـ if statement، وفي غير الـ if statement في operator بسموه الـ conditional operator، وفي الـ switch statement. راح نتعلم كيف نعمل selections باستخدام هاي الـ operators، بالإضافة لهن راح يكون الـ operators المختلفة اللي هي الـ relational operators والـ logical operators بنستخدمها ل يعني الاستفادة من selections بشكل فعال في البرمجة. في الأسبوع الثالث راح نبدأ في تركيب آخر من تراكيب التحكم اللي هي بسموها تراكيب التكرار repetition structures. في لغة C++ في ثلاثة منها ال while وال for وال do while، راح نشوف كل واحد فيهم كيف إيش معناه وكيف نستفيد منه وكيف نكتب برامج لحلول مسائل باستخدامه والتفاصيل المتعلقة فيها. في الأسبوع الرابع راح يكون عندنا موضوع اللي هو الفانكشنز، كيف نعرف فانكشنز، كيف نجزئ البرنامج لمجموعة فانكشنز، كيف الفانكشن يؤدي وظيفته يرجع قيمة، والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالفانكشنز هذا راح نشوفها في الأسبوع الرابع ونص الأسبوع الخامس. في النصف الثاني من الأسبوع الخامس راح نبدأ في الأريز اللي هي المصفوفات في العربي بنحكيها، كيف نعرف الري، كيف نوصل لعناصر الري، وراح نكمل في الأسبوع السادس برضو في الأريز ونشوف آخر إشي اللي هي الأريز ثنائيات الأبعاد. يعني كل السابق راح يكون على الأريز وحاديات الأبعاد، وفي آخر إشي راح نشوف الأريز أو المصفوفات ثنائية الأبعاد. في الأسبوع السابع راح نبدأ في يعني تركيب مهم في لغة سي بلس بلس اللي هو البوينترز. راح نعرف شو يعني بوينترز، كيف نعرف البوينتر، كيف نستفيد من البوينترز في البرمجة ونتعامل معها بشكل فعال. في الأسبوع الأخير اللي هو الأسبوع الثامن راح نعمل مدخل للسترينجز، اللي هي السترينج اللي هو سلسلة الرموز اللي ممكن تكون أحرف، أحرف وأرقام أو غيرها. راح نشوف كيف نستفيد منها مع بعض الفانكشنز الجاهزة في لغة C++ للتعامل مع السترينجز، وراح يكون طبعا في الأسبوع الثامن عندنا الفاينل إكزام. هذا بالنسبة طبعا الميد تيرم راح يكون عندنا في الأسبوع الرابع، زي ما حكينا الأساينمنت راح تكون في الأساينمنت الأول في الأسبوع الثاني، الأساينمنت الثاني في الأسبوع الثالث، والأساينمنت الثالث في الأسبوع السادس. ثلاث واجبات. طبعا الامتحانات راح تكون متزامنة، الميد تيرم والفاينل راح يكون متزامنات، يعني راح يفتحوا لكم الامتحان في موعد محدد ولازم تجاوبوا على الأسئلة في هذا الموعد فقط. بالنسبة للأساينمنتس راح تكون مدتها أسبوع، يعني بتاخذوا الأساينمنت في بداية الأسبوع بتسلمونا إياه إلكترونيا برضو في نهاية الأسبوع. بالنسبة لل ايش كمان، بالنسبة للفورم، الفورمز كل اسبوع راح يكون في عندنا ديسكشن فورم، في سؤال او مجموعة اسئلة مطلوب من الجميع يجاوب. هيك بنكون يعني استعرضنا بشكل سريع الكورس سيلبس. زي ما حكيت لكم انا بتمنى من الجميع كل واحد فينا يقرأه بشكل خلينا نحكي ذاتي ودائم، يعني راح يلزمكم على مدار الفصل وحتى ما بعد الفصل، المعلومات اللي فيه راح تفيدكم ان شاء الله. يعطيكم العافية. المحاضرة الجاية ان شاء الله راح نعمل مقدمة للكمبيوترز والبرمجة بشكل عام.